السلام عليكم. الناس اللي فوق دولت دول أشهر 10 أشخاص في العالم، دول أغنى 10 أشخاص في العالم. طب إيه اللي خلاهم غني؟ لأنهم بيبيعوا أغلى سلعة في العالم موجودة دلوقتي. 7 منهم بيبيعوا المعلومات. المعلومات اللي في إيدينا دي خلت 7 من أغنى 10 أشخاص في العالم من الموجودين في القائمة اللي فوق دولت. بيبيعوا ايه؟ لما تروح مثلا لفيسبوك، انت بتبيع كام؟ بتدفع قد ايه للفيسبوك كل شهر؟ انت ما بتدفعش حاجه، هي بس الانترنت اللي عندك وخلاص. لكن الفيسبوك نفسه ما فيهوش اشتراك بفلوس، لكن هو بياخد المعلومات بتاعتك وبيبيعها. بيقدر ياخد المعلومات ويحللها ويحولها لحاجه ذات قيمه، يقدر يبيعها للشركات اللي عايزه بتدور على تسويق. جوجل نفس الحكاية، مايكروسوفت نفس الحكاية. هتلاقي فيش الأمازون مكسبه دلوقتي من المعلومات وليس من البضاعة اللي بيباعها. فده أصبحت الثروة اللي بتخلي الناس أثرياء في العالم دلوقتي. المعلومات أصبحت ثروة. لذلك لما نشوف الفترة اللي فاتت أو القرن اللي فات، ابتدت الثورة الصناعية الأولى، وبعدين الثورة الصناعية الثانية، وبعدين الثورة الصناعية الثالثة، وبعدين الرابعة اللي سموها ثورة المعلومات. أنا بسميهاش ثورة المعلومات، أنا بسميها ثروة المعلومات، لأن ثروة المعلومات دي اللي خلت إن 7 من أغنى 10 أشخاص في العالم هم في القائمة، لأن هم بيقدروا يحولوا المعلومات اللي في إيدينا اللي هي ملهاش قيمة إلى ثروة زي ما إحنا شايفين. أنا علاء عبد الهادي، مؤسس وصاحب شركة Advanced Management Solution في كندا. خلال حياتي المهنية اشتغلت في أماكن كتيرة، في مجالات كتيرة، سواء في البترول أو في الاستثمار أو في الشركات الهندسية أو المقاولات أو الحكومة، وعملت عدد كبير من الاستراتيجيات لعدد من الشركات والهيئات الحكومية، وعملت تنظيم إداري لعدد من الشركات والهيئات الحكومية. وكنا دايما بنحط الأهداف الاستراتيجية وبنحط مؤشرات قياس الأداء للشركات ديت، وكان دايما بيقابلنا مشكلة إن احنا نجمع المعلومات. المعلومات بتكون بتلاقيها موجودة في أماكن كتير، بتلاقي الـ HR عندهم البيانات في نظام الـ HR أو في إكسل شيت، وبتاع المبيعات عندهم بيانات في إكسل شيت أو في سيستم مختلف، وحتى لو عندك ERP في جزء من البيانات موجودة على الكلاود، ولو عندك نظام للأوبريشن أو نظام للمالية هيكون غالبا منفصل، أو حتى لو مرتبط ببعض الأنظمة مش مربوط بكل الأنظمة. نادر لما تلاقي شركة عندها كل الأنظمة كلها مربوطة بحاجة واحدة. حتى لو كده بيبقى في صعوبة في تجميع المعلومات. كان دايما بيقابلنا ايه؟ انا لو مدير اداري، مدير مثلا عام، وعايز مجموعه، عايز تقارير من الادارات اللي عندي، بطلب من كل مدير اداره البيانات التقرير بتاعه. فكل مدير اداره هيروح للمديرين اللي تحتي، الثلاثة أربعة مديرين اللي تحتي، يقول لهم ادوني التقارير. عبال ما كل واحد يجمع البيانات اللي عنده ويبعتها له، وبعد كده المدير يجمع البيانات دي كلها في تقرير واحد وبيعتها للمدير العام، وبعدين واحد عندي المدير العام يجمع كل الإدارات التقارير كلها في تقرير واحد، يكون فات أسبوع، أسبوعين، 3، ده إذا اكتملت. فدي كانت المشكلة الأساسية اللي بتقابلنا. لذلك مع التكنولوجيا اللي حصلت الفترة اللي فاتت والتطور الكبير في أنظمة تحليل المعلومات وجمع المعلومات ووجود الكلاود ووجود الأنظمة اللي هي تقدر تجمع حاجات مختلفة من أماكن مختلفة، وكمان مع وجود تقنيات ذكاء الاعمال اللي هي البيزنس انتليجنت، قدرنا ان احنا نستعمل التكنولوجيا دي او التولز دي ان احنا تساعدنا في الشركات ان انا يكون عندي داشبورد نقدر من خلالها ان احنا نقدر نجمع المعلومات دي كلها مع بعضها. لما اجمع المعلومات كلها مع بعضها بيبقى يسهل لي انا في اي وقت اقدر اتابع ايه اللي بيحصل دلوقتي، ايه اللي حصل، لو في مشكلة ألحق أحلها على طول، أقدر أخد أكشن
فانا وبالتالي حتى القرار اللي انا باخده بيبقى بناء على معلومات based on information، فبالتالي اضمن ان القرار بقدر الامكان هيكون سليم. اقدر ان انا اعرف الادارات التانية اخبارها ايه، واقدر اقارب بيني وبينها واشوف المشكله عند مين، واقدر اعرف المشكله فين بالظبط واحط ايدي على المشكله واعرف احلها. فاصبحت البيانات بتساعدني كتير ان انا احسن الانتاجيه، اقلل التكلفه، او ان انا بالتالي كمان ازود الربح. اللي عايزين نعمله النهارده ان احنا نساعد المديرين من خلال البيانات اللي عندهم اللي هي موجوده في اماكن مختلفه، ازاي نقدر نجمع المعلومات دي كلها في مكان واحد نربطها ببعضها، وبعد كده نقدر نعمل داشبورد مع بعض بطريقه سهله جدا. الداشبورد دي هتساعدنا ان احنا نقدر نعرف المعلومات، نعرف النتائج، نستاندنج معنى جديد للمعلومات بطريقه سهله جدا. انت مش محتاج تكون خبير في الكمبيوتر او بتعرف يعني انظمه كمبيوتر وحاجه، انت كل اللي بتعرفه لو بتعرف اكسل اساسيات مش اكتر من كده. لكن انت كمدير مهم جدا بالنسبه لك المعلومات، ودي اللي تساعدك انك تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. رحله بسيطه مع صغيره مع بعض هنبتديها، هنحاول نعمل مشروع صغير مع بعض، نجمع مع مجموعه من المعلومات هتبقى موجوده عندكم. المعلومات ديت هنربطها ازاي مع بعض ونبنيها ازاي مع بعض، وازاي نقدر نطلع التقارير الخاصه بينا. يلا بينا ونبتدي.